السلام عليكم. انا لسه مخلص تصوير حلقه دلوقتي، وكان في زوري كلمتين كده بصراحه عايز اقولهم. انا اول مره اتعلمت فيها سواقه عربيات، اللي علمني كان حد عزيز عليا قوي، يعني علمني على عربيه اوتوماتيك. انا ما كنتش اعرف قوي الفرق، انا كانت كل خبرتي ساعتها في العربيات ان انا بقعد جنب السواق، ففكره ان انا كنت اسوق دي كانت بالنسبه لي حاجه مش في تخيلي قوي. بس لحد ما زي ما قلت جه حد عزيز عليا قوي قال لي تعالى هعلمك السواقه، وفعلا علمني، وكان علمني على عربيه اوتوماتيك، ودي كانت البدايه. ما كنتش اعرف اول فرق بين الاوتوماتيك والمانيوال، بس انا اتعلمت على الاوتوماتيك على طول، والموضوع ما خدش مني وقت كبير، والحمد لله بقيت كويس في السواقه، وفضلت مقتنع ان انا تمام، يعني انا بعرف اسوق مفيش مشاكل، لحد ما جيت دلوقتي اسوق عربيه مانيوال او اتعلم على عربيه مانيوال، واكتشفت حاجات كده اللي هو انتوا ليه بتعملوا كده؟ يعني هو الراجل الطيب اللي اخترع اول عربيه في التاريخ ده، يعني زي ما قلت كده لو كان قرص على نفسه شويه واجتهد وعملها اوتوماتيك من الاول، ما كان ريحنا للدوشه اللي احنا فيها دي. انا متعود في الاوتوماتيك ان انا ماشي الدنيا لذيذه، انت دايس بنزينك، وقت ما يكون في حاجه تستدعي ان انت تدوس فرامل فبتدوس، بتخلص الفرامل وتدوس بنزين وتمشي، يعني الموضوع بسيط وسهل ويبسط اي حد. وحتى وانت سايق كده بتحس براحه نفسيه، بيبقى عندك وقت تفكر في حياتك، في مشاكلك، عندك ايد فاضيه تاكل بيها، عايز تلعب جيم، عايز تعمل مكالمه، عايز تتكلم على الواتس، في حاجات كتير ممكن تعملها وانت سايق اوتوماتيك عكس المانيوال. المانيوال انت بتسوق، اولا بتستخدم رجليك الاثنين، وبتستخدم ايديك الاثنين، وبتستخدم عينيك كويس، وبتستخدم ودانك ويمكن مناخيرك كمان في حاجات مش هينفع تتقال، يعني اللي هو ازاي انا اكون ماشي وابقى قلقان لما الاقي مطب قدامي، عشان انا لسه لازم بقى على المطب اروح مهدي وتهدي بدرجه معينه عشان العربيه ما تفصلش منك، وتروح مدي غيار، وبعد ما تخلص تنزل من على المطب تروح مدي العربيه غيار تاني، ودايس دبرياش وتشيل رجليك من على الدبرياش وتدوس بنزين وشويه تروح مدي غيار تاني لو عايز تسرع. ايه الفيلم الاجنبي ده؟ ما احنا كنا ماشيين والدنيا كانت حلوه، الواحد كان مطب مش فارق معاه، بتهدي وتسرع في الاوتوماتيك في ثواني، بتسوق برجل واحده ورجلك التانيه قاعده في اوضه النوم نايمه ما حدش بيكلمها. فالموضوع كان بجد في الاوتوماتيك كان لذيذ ومريح جدا. جانا دلوقتي في المانيوال الموضوع معقد. انا عارف ان في ناس كتير بتحب المانيوال، وفي ناس سويقه جدا في المانيوال، وانا واحد من الناس هبقى سويق في المانيوال، بس ليه يعني الدوشه دي كلها؟ ما الدنيا بسيطه يعني احنا حتى ما نبسطها. فبجد كانت تجربتي في سواقه المانيوال، يعني انا بحب اسوق عربيات بس انا مش حابب المانيوال، يعني هسوقها بس انا مش حاببها. عارف اللي هو ايه؟ اما حد يكون عامل لك الاكله اللي انت بتحبها بس ملحها زياده، اللي هو انا هاكلها عشان بحبها بس هاكلها وانا متضرر كده، لو انا هسوق المانيوال وانا مجدد منها كده، مش عارف ايه مجدد دي، بس انا بسمعها في ناس بتقولها، لو مش مستريح لها من الاخر. فيعني انا كل اللي كنت بتمناه بس ان الراجل الطيب زي ما قلت اللي صنع العربيات ده كان عاملها اوتوماتيك من الاول واستريحنا. يعني ايه المتعه في ان انا كل شويه اقعد اغير العربيه؟ ما العربيه ما هي قادره بحالها، ما تمشي هي لوحدها، انا بدوس بنزين وهي بتعمل الصح، ليه انا اعمل كل حاجه؟ فيعني ما علينا، انا اسف لو دوشتكم يعني بالموضوع ده، بس انا الصراحه كنت متضايق منه وكنت عايز اتكلم فيه. ف يلا حصل خير، سوق مانيوال يا جماعة، سوق اوتوماتيك، سوق اللي تسوقوه، المهم خلي بالكم من نفسكم. يلا سلام.